ذكرى يوم التأسيس مملكتنا الغالية، حرصت إدارة نادي الجيل على إقامة عدة فعاليات احتفاء بهذا اليوم. نسأل الله لولاة أمرنا ولمملكتنا الغالية الأمن والأمان والازدهار. اليوم عندنا عدة أركان مفعلينها. أولاً ركن اللي هو أزياء التأسيس للمنطقة الشرقية، هنا عرضين لكم اللي هو الأزياء التراثية في أيام التأسيس، وأيضاً هنا عندنا مقتنيات تراثية، وأيضاً مفعلين اللي هو ركن خيمة التأسيس يوجد بها أيضاً مقتنيات، وأيضاً مفعلين اللي هو ركن الأكلات الشعبية يحتوي على العديد من الأكلات الشعبية مثل المربوق والجريش والعصيدة، وأيضاً مفعلين اللي هو المتجر للنادي. وطننا ما نبيعه مثل من باع ولا نعطيه، أسامينا على صحراه مرسوم ومطبوعة، صبرنا فيه من ندهور وهالك ضامين، شحي حلمة أهماج ولي بلا الحب قرطوعة.